عمران خان مش عايز يستسلم. حكومته رفضت الإملاءات الأمريكية بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية فدفع الثمن على الفور. تمت الإطاحة بعمران خان أوائل الشهر اللي فات، حكينا القصة باستفاضة هنا في أكتر من مرة، لكن عمران ما سابش الشارع، فضل مكمل في الحشد لمؤتمرات شعبية في معظم المدن الباكستانية للمطالبة بانتخابات مبكرة. الخميس اللي فات حشد الحشود وتوجه للعاصمة، دخل العاصمة، مسيرة استمرت لساعات. في نهاية الأمر أعلن عن فض الاعتصام وأمل الحكومة ست أيام عشان تنفذ مطالبه. إيه مطالبه؟ وكتب أعطي ستة أيام للحكومة المستوردة، حل المجلس وإعلان الانتخابات، وإلا هرجع العاصمة باتنين مليون واحد معاي. حزب الإنصاف اللي هو حزب عمران خان نزل تويت على صفحته الرسمية بكلام عمران خان وتحذيره برجوعه للعاصمة باتنين مليون شخص لو لم تتحقق المطالب، حل المجلس وانتخابات مبكرة. الكلام ده طبعا كان يوم الخميس اللي فات، يعني عدى خمس أيام من المهلة اللي عمران خان مديها للحكومة. لكن الرد عليه كان بالأمس من رئيس الوزراء شهباز شريف اللي رفض بشكل صريح الرضوخ لمطالب خان، وقال مفيش انتخابات مبكرة ولا أي حاجة، مفيش أي حاجة، حكومته ستكمل مدتها الدستورية رافضة الرضوخ لمطالب رئيس الوزراء المخلوع لإجراء الانتخابات المبكرة. موضوع معقد بشكل كبير في باكستان وفي الحسابات الدولية أيضا. شهباز شريف معاه دعم دولي كبير، وحزبه والأحزاب المتحالفة معاه لهم شعبية على الأرض، بالرغم من أن شهباز متهم بقضايا فساد كبيرة. لكن لسه هنشوف عمران هيعمل ايه بعد انتهاء المهلة، خصوصا بعد رفض الحكومة طلبه على لسان رئيس الوزراء. البعض بدأ يتحدث عن مفاوضات سرية بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة الحالية. صحيفة إكسبريس تربيون الباكستانية قالت ان التراجع السريع لخان عن الاعتصام كان من وراءه حاجات حصلت في الكواليس، حاجات حصلت في الكواليس. ما الذي جعل عمران يتراجع بسرعة؟ ايه اللي خلاه يفض الاعتصام؟ ده على عهدة الصحيفة. فاجأ رئيس حركة الانصاف عمران خان عندما اعلن فجأة انهاء مسيرة حقي ازادي، وقرر اعطاء انذار مدته ستة ايام والا سيعود للعاصمة مع المزيد من الحشود في المرة القادمة. لم يكن تغيير الخطة مفاجئا، بل انحرف عما كان يقوله عمران خلال الاسابيع الماضية بانه لن يغادر اسلام اباد دون تحديد موعد الانتخابات المقبلة. ومع ذلك لم تصل الامور بهذه الطريقة، ما بدا وكأنه تراجع سريع. طرح العديد من الأسئلة هذا التراجع، وأثار تكهنات بأن القرار كان نتيجة تطورات من خلف الكواليس، من خلف الكواليس، في إنك إيه لم الليلة ولم الحشود وهنجد حل، يعني حاجة شبيهة بده. اللي بيعزز كلام الصحيفة الكلام اللي لمح بيه شهباز شريف يوم الخميس اللي فات خلال جلسة البرلمان، وقال ان ابواب الحوار مفتوحة مع المعارضة، لكن الصحيفة قالت الموضوع مش سهل، في جهات عليا متدخلة في الموضوع بين قوسين الجيش اللي ليه مصالح مع الطرفين، الجيش مع شهباز ومع عمران وعايز يوازن الامور. وعرض لك ايضا موقف الجيش بعد شوية من الاحداث، ده مهم جدا. كشفت المصادر المطلعة أن الدوائر القوية لاتخاذ القرار كانت على متن الطائرة ودفعت كلا الجانبين لاتخاذ قرارات معينة، بما في ذلك مساعدة دخول حركة الانصاف إلى العاصمة ونهاية المسيرة بدلا من الذهاب للاعتصام. وأضافوا أن الجميع بما في ذلك الدوائر القوية بحاجة إلى حفظ ماء الوجه، ولا يقتصر الأمر على الأحزاب السياسية فقط. وقالوا أنه مع المواجهة بين الحكومة وحركة الانصاف تم بناء ذلك الضغط على مراكز القوى ونقل رسائل واضحة إلى أصحاب المصالح العليا أنهم لا يستطيعون العمل كمتفرجين لفترة طويلة، وأنهم يعرفون جيدا المسؤوليات التي يتحملونها في هذا الموقف. ده كلام الجيش، ده آخر الأحداث وأبرز التطورات في الأيام اللي فاتت في باكستان. لكن عشان تفهم معايا رسائل الضغط، خليني أرجع معاك للي بيحصل على الأرض في باكستان على مدى الأسابيع اللي فاتت. عمران خان من جهة وشهباز شريف من جهة أخرى، كل بيحشد في الشارع بشكل غير مسبوق، وبالأخص عمران اللي كان نشيط جدا
وحشد حشود كبيرة جدا في عدد من المدن. تعالى نلقي إطلال على الحشود اللي كانت موجودة الأسبوع اللي فات في مدينة ملتان الباكستانية دعما لخان. حشود رهيبة زي ما انت شايف. دعما لعمران خان اللي اعلن قبل سحب الثقة منه عن انه هناك وثائق في الخارجية الامريكية تؤكد تدخلهم بشكل مباشر في شؤون ادارة البلاد، لكن ده لا يمنع ان البرلمان بعد خيانة بعض احزابه انه عمل سحب من عمران الثقة. لكن حشود الشعب واضح ان الكفة تميل لعمران، حشود الكبيرة في مؤتمراته الشعبية الكثيرين بيروا انها دليل على ده، على الدعم الكبير اللي وراه. شوف مثلا المؤتمر اللي اتعمل يوم 16 مايو اللي فات في مدينة صوابلي وسايلوكوت. الايام اللي فاتت اعتقلت الشرطة الباكستانية، شايف الحشود انت، اعتقلت الشرطة الباكستانية مئات من انصار حركة انصاف اللي اتبع ليها عمران خان، ودهمت الشرطة مئات المنازل لاعتقال قيادات في الحركة، لكن ده لم يمنع خان من الاستمرار في مسيرته الشعبية. وده مشهد اخر للحشود في بعض المدن زي فيصل اباد ومردان. خلي بالك الوضع في باكستان استعراض قوة من خلال الأحزاب، الكل بينزل الشارع ويحشد جامع عشان يبين إن شعبيته أكبر. على الجانب الآخر تلاقي المعارضة واللي كانت معارضة من شهر فقط وبقت حزب حاكم دلوقتي، هم كمان بيحشدوا في الشارع وبيعملوا مؤتمرات شعبية كبيرة زي المؤتمر الشعبي اللي عملته قائدة حزب الرابطة الإسلامية مريم نواز شريف في مدينة كوجرات. إذن الفترة اللي فاتت المعارضة اللي بقت حكومة بتحشد، والحكومة اللي بقت معارضة ممثلة في عمران خان بتحشد، والحج شغال لحد ما وصلنا لدعوة عمران خان لأنصاره للتوجه لإسلام أباد للضغط على الحكومة بشكل أقوى وأكبر. ها؟ الضغط مش بس على الحكومة، ضغط على الجيش اللي على كلام الصحيفة ساعدوه إنه يدخل العاصمة زي ما قلت لكم الحواديت اللي حصل. بالفعل الخميس اللي فات كانت استجابت الحشود للدعوة وبدأت التحرك رغم حواجز الشرطة اللي كانت في كل مكان. دي المسيرة الحاشدة، دي بدايات المسيرة الحاشدة اللي دخلت يوم الخميس اللي فات اللي سابوهم يخشوا بس على اساس ان هم ايه يخرجوا، الاتفاق اللي حصل في الكواليس انك بس ما تعملش اعتصام عشان ما يحصلش عوى.
لكن الشرطة الباكستانية ساعتها عديد من المدن والمناطق اشتبكت مع أنصار حزب حركة إنصاف بتزعمه عمران خان، واعتقلت عدد كبير منهم وهم بيستعدوا لمسيرة الحرية. مدينة لاهور اطلقت الشرطة قنابل الغاز مثيرة للدموع لتفريق المتظاهرين اللي كانوا بيحاولوا يزيلوا العوائق اللي كانت الشرطة حطاها في طريقهم للعاصمة الباكستانية إسلام أباد. الشرطة كمان قفلت المدارس ووضعت خدمات الطوارئ في المستشفيات في حالة تأهب، وخان أعلن أن هو ومناصريه لن يغادروا الشارع حتى تدعو الحكومة لانتخابات مبكرة. في الآخر غادروا الشارع بناء على اتفاق غير مكتوب. الانتخابات موعدها الطبيعي أكتوبر 2023، آخر السنة اللي جاي، لكن خان عايز انتخابات مبكرة الأيام دي، وده اللي الحكومة الحالية معارضاه بشدة. زي ما جبت لك تصريحات رئيس الوزراء، الحكومة أغلقت جميع الطرق المؤدية من وإلى العاصمة، لكن الأعداد الكبيرة المتظاهرين أزالوا العوائق وأكملوا المسير حتى العاصمة. ما وصلوش للعاصمة إلا باتفاق، اعتداءات تجاوزات الشرطة على المتظاهرين طالت الجميع، حواجز في كل مكان، ضرب الغاز، درجة إن الشرطة اعتدت على وزيرة الصحة السابقة الدكتورة ياسمين راشد قيادية في حركة الإنصاف اللي كانت مشاركة في المسيرة. الاعتداءات المستمرة وإلقاء الغاز على المتظاهرين وقفل الطرق والحواجز، كل ده دفع المحكمة العليا في باكستان للتدخل وأمهلت الحكومة. أنا كل ده بحكي لك بأثر رجعي قبل المسيرة التاريخية بتاعت يوم الخميس، واللي بدأت لك بإن هي لم تذهب لاعتصام وانسحبوا بناء أن يدوا مهلة 6 أيام. الحكومة ساعتها أمهلت، أو المحكمة أمهلت الحكومة حتى الساعة 2:30 لمنع حزب الإنصاف يمنح مواقع للتظاهر في إسلام أباد، وأمرت بإزالة العوائق أمام المتظاهرين، لكن ده ما حصلش بشكل كامل. فضلت الاعتقالات والاعتداءات، حاولوا بعد وزيرة الصحة حاولوا يعتقلوا وزير الطاقة السابق حماد أزهر، لكن الحشود خلصته من إيديهم. الحشود الباكستانيين اللي كانوا مع عمران خان قال لك احنا شفنا اسلام اباد مقفول قبل كده، لكن بالشكل ده احنا ما شفناش. عن يوم الخميس اتحدث، اي شارع، اي حارة، اي زقاق بيوصل للعاصمة كان مقفول، لكن الحشود الهائلة لم توقفها تلك العوائق وكملت المسير.
عمران خان كان قبل يوم الخميس وعد بتنظيم أكبر تجمع تعرفه البلاد على الإطلاق، وعمل التجمع هو وحركته، حقق الحشد اللي وصف بالتاريخي ودخل بيه العاصمة إسلام أباد، وما تحركش إلا لما حصل ديل في الكواليس، لكن الديل ده لما ينفذ خان وصل للعاصمة وكان يقود الجموع بنفسه في هذا الحشد التاريخي يوم الخميس اللي فات. عمران خان لم يستسلم، وما زال يؤكد في كل لقاءاته أن اللي حصل هي مؤامرة أمريكية ضده بسبب موقفه من الغزو الروسي، وأن أمريكا عايزاه يكون تحت سيطرتها. على الجانب الآخر، الحكومة استدعت الجيش لتأمين مقرات الحكم الرئيسة في العاصمة إسلام أباد، لكن الجيش لحد دلوقتي ما ظهرش بصورة مباشرة في المشهد. الاشتباكات كلها كانت بين الشرطة وبين أنصار عمران خان. الوضع متأزم جدا، الحكومة الباكستانية في مأزق كبير، كل بيستخدم كل وسائل الضغط لتحقيق المطالب، والجيش والمحكمة الدستورية قراراتهم بتتحكم في المعادلة بشكل كبير. أرجوك ارجع لحكايتنا أو روايتنا المفصلة للأحداث في باكستان. في نفس السياق، عديد من الاستقالات من مسؤولين في الشرطة بسبب التوجه للعنف ضد المتظاهرين السلميين. الأول كان بيستخدموا الغاز، لكن الشرطة توجهت للرصاص المطاطي بعد كده، مما أدى إلى استقالات لقيادات عديدة. بعد كل الظروف دي والاشتباكات دي، وبعد قرار المحكمة العليا، وبعد الجيش اللي حب يهدي الدنيا ويسمح لهم بالتدخل، وصل عمران وحشده التاريخي لإسلام أباد. إذن الوضع في غاية التعقيد، والكل يقف على حافة الجبل في باكستان حرفيا بدون أي مبالغة. المعارضة اللي بقت حكومة، والحكومة اللي بقت معارضة. عمران لا يريد أن يتراجع، ورئيس الوزراء الحالي عايز يكمل مدته، وما بين هذا وذاك تدور روحها الديمقراطية واللعب مع بعض في باكستان. إلى أين سيكون المصير؟ هو ده السؤال اللي بيسأله الشعب الباكستاني.